بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الزملاء الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بإذن الله سلسلة جديدة عن أمراض الإبل كمسببات وكأعراض وكعلاج وتحليلات، والحلقة الأولى من هذه السلسلة هتكون بعنوان علامات الصحة عند الإبل. Field Experience in Camel Diseases Introduction on Science of Camel Health. ده المحاضرة بتاعت النهاردة مهمة جدا، لأن هي مقدمة علشان نعرف إزاي نتعامل مع الإبل، إزاي نكشف عليها، إيه اللي بيميز الإبل عن باقي الحيوانات المكترة. وربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الإبل خصصها دون سائر الحيوانات، وأمرنا بالنظر لها ولخلقها ولمواصفاتها، فقال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق. فنبدأ بإذن الله هذه الحلقة. طبعا هي مهمة للأطباء، كثير من الأطباء اللي جاءوا للعمل في دول الخليج لم يكن لهم فرصة ان هم يحتكوا بالإبل او يتعاملوا مع الإبل او يعالجوا امراض الإبل لعدم تواجد الإبل في معظم الدول العربية، خاصة عندنا في مصر، الا في اماكن معينة، وكذلك في السودان برضو في اماكن معينة. فدول الخليج بتشتهر يعني كثروة حيوانية رقم واحد الإبل، ثم الاغنام، ثم الابقار. فالإبل هنا واخدة أهمية كبيرة. ولما نتكلم عن الإبل هنتكلم على الإبل اللي هي العربية، اللي هي ذات السنام الواحد، لأن في إبل ذو سنامين. ده هي طبعا بتشترك في كثير من المواصفات والأعراض والأمراض وكله، ولكن حديثنا يكون إن شاء الله عن درومودريان كاملز. وفي طبعا من سلالة الإبل حاجات تانية، الألباكا واللاما وحاجات أنواع تانية اللي هي بتبقى موجودة في حدائق الحيوان. وسبحان الله برضو لما كان بيبعتولي الدكاترة اللي شغالين في حدائق الحيوان عن هذه الأمراض وهذه الحالات، كنت بنصحهم إن هم يتعاملوا بالضبط زي الإبل كأمراض وكمشاكل وكعلاجات. نفس الأدوية اللي بنديها للإبل هي نفس الأدوية اللي بنديها لهذه الحيوانات. لما نيجي نشوف ليه ربنا سبحانه وتعالى ميز الإبل دون باقي الحيوانات كخلق أو مخلوق من خلال قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. طبعا بنزل أنا محاضرة كاملة على التليجرام باللغة العربية عن تميز الإبل عن باقي الحيوانات، ولكن انا اقول حاجات مهمه قوي مهمه الدكتور اللي يبقى عارفها. ان الدكتور اللي ما تعاملش مع الابل او المربين طبعا الابل يعرفوا الحاجات دي، ان الابل بتنقاد بسهوله، حتى لو في طفل مسك الحبل كده وحاول يقودها بتنقاد وتطيع صاحبها. الابل هي الوحيده من المكترات اللي هي يؤكل لحمها ويشرب لبنها وتركب، يعني اكتر من وظيفه، وهي سريعة التعلم والتعود. ممكن ان هي تتعلم بسرعة خاصة في الأعمار الصغيرة، وسهلة الانقياد والتوجيه، ترفض السير في القافلة الا مع والدها، دايما تهتم قوي بوالدها وما تمشيش ولا تروح يعني تمشي في اي قافلة لما يكون الوليد معها، ممكن يقعد معاها لمدة سنتين. الإبل ذكية جدا، وذكائها يعني من أعلى الحيوانات ذكاء، ممكن تعرف المكان اللي اتولدت فيه، ولو شربت من مكان ولو بعد 20 سنة ممكن ترجع له تتذكره. ولها قدرة عجيبة على هي تحدد مواقع نزول الأمطار لما بتشوف البرق، بتحدد أماكن العشب، تستطيع أن هي تميز في النباتات ما يضرها وما ينفعها، وبتستخدم حاسة الرؤية وحاسة الشم في التعرف على النباتات. الأمومة عند الإبل، عند النوق طبعا، النوق اللي هي جمع ناقة اللي هي بتولد، حريصة جدا على ابنها، ولدرجة ان صاحب او راعي الإبل ما يقدرش يحلب الناقة الا بعد ما الوليد يبدأ يرضع منها ويحننها،
فهي لا تدر لبن إلا بعد لمس حلمات ضرعها من عن طريق ابنها. طبعا الإبل بتحزن جدا، ولو حد ذبح حيوان قدامها أو ذبح ابنها أو حاجة ممكن تتأثر وتحزن وتمتنع عن الأكل لغاية الموت، تحزن على صاحبها برضو إذا فقدته. الإبل عندها وفاء لأصحابها وعندها حنين للأماكن اللي تربت فيها، دايما تحب تعيش في المكان اللي هي تربت فيه. ولو واحد باع حيوان في بلد أخرى ممكن تسيب البلد دي وترجع لصاحبها تاني لحنينها لصاحبها وحنينها للبلد التي ولدت فيها. طبعا في ظاهرة فيها يعني دي سلبية، ولكن هي عندها نوع من الحقد والانتقام لمن يؤذيها. لو في واحد اعتدى عليها ضرب مبرح أو حاجة، وممكن تنتقم منه في أي وقت بعد كده لما تنفرد بيه. لذلك في مثل عند العرب بيقولوا أحقد من جمل، ودي ناس كتير حكوا لي حاجات على الموضوع ده، وفعلا حقيقة يعني موجودة في الإبل. ولذلك مفروض حد ما يعتديش على حيوان ويظلمه أو يضربه بدون وجه حق. يعني لما نيجي نشوف حاجات المواصفات الكيميائية اللي بتختلف الإبل عن باقي الحيوانات، الإبل ممكن تعطش وممكن تخزن مية في جسمها خاصة في الدم، وممكن ان هي تحول السنام ده دهن، فلما بتجوع او تعطش بتحول السنام لمصدر للطاقة ومصدر للمية. ودي عكس الحيوانات التانية، عارفين الحيوانات التانية لو بدأ يتفكك الدهن فيها زي الابقار والجاموس والاغنام ممكن يحصل لها كيتوزس، بينما هنا الابل ممكن تحول الدهن الى طاقة والجلوكوز وتحوله الى مية بدون ما يحصل لها كيتوزس زي باقي الحيوانات. الابل ما بتعرقش ولا بتبداش تعرق الا بعد ما درجة الحرارة تزيد عن 39 درجة مئوية. والابل درجة الحرارة فيها متغيرة صباحا غير الظهر غير بالليل، وممكن تتحمل درجة الجفاف لغاية 20% من وزنها او 25% من وزنها يفقد وما تموتش. معروف ان الحيوانات بتموت عند فقد 13-15% لو حصل لها ديهيدريشن، بينما دي ممكن تقاوم الجفاف. طبعا ده بقول عناوين بس، لكن الحاجات دي مكتوبة بالتفصيل في الكتب. الكيليا برضو بتاعت الإبل مميزة، ممكن تعمل كونسنتريشن لليورين لما يكون محتاجة للمية، ما تنزلش بول خالص أو تنزل كميات قليلة، ونسبة الملوحة فيها عالية تصل تقريبا لملوحة البحر. طيب نيجي بقى نتكلم على جزء مهم مفروض الدكتور البيطري يبقى عارفه، مسميات الإبل عند العرب أو عند أصحاب البادية أو الناس اللي بتتعامل. دايما ممكن يجي يقولك في الصيدلية يا دكتور أنا عندي حوار عنده إسهال وعنده كذا، فأنت تبقى فاهم يعني حوار. الحوار ده يطلق لما الناقة تولد لغاية ما يوصل عمره 6 شهور، بيسموه حوار. وبعد كده المخلول اللي من عمر 6 شهور ل 12 شهر بيسموه مخلول. بعد سنة، من سنة لسنتين بيسموه المفروض أو الفصيل. من سنتين لثلاثة بيسموه اللقي، ومن عند 3 سنين ل 4 سنين بيسموه الحق، والجزع من 4 ل 5 سنين، والثني من 5 ل 6 سنين، والرباع من عمر 6 ل 7 سنين، والسديس من 7 ل 8، والفاطر والناب والعود، والثلب عند 20 سنة بيسموه الهرش. عارفين الإبل بتعيش أعمار طويلة وممكن تقعد تولد لغاية ما يوصل عندها 20 سنة، الناقة يعني بيسموه الهرش لما يوصل سنها 20 سنة. فالحاجات دي يعني بيبقى عندنا فكرة، وحتى تبقى موجود عندك على الموبايل لو حد جه قال لك يا دكتور أنا عندي مفرود ولا عندي حق ولا عندي رباع ولا رباع والحاجات دي، تبقى أنت إيه عارف المسميات دي. نيجي لحاجات بقى مهمة، ازاي نعرف ان الابل دي سليمة ولا مريضة. الابل السليمة صحيا بيبقى الحيوان واقف مرفوع رأسه، الرقبة ممتدة طويلة ومكوسة، قوائم بتاعت الحيوان سليمة ومشيته طبيعية وسريعة، جسمه ممتلئ سليم من العاهات، مفيش فيه اي تشوهات جلدية، الخاصرتان ممتلئتان غير غائرتين اللي هي بطنه من الناحية اليمين والشمال ممتلئة، يعني ما هياش منفوخة قوي ولا فاضية قوي،
والجلد ناعم ومفيش فيه اي طفيلات خارجية ولا داخل، والوبر ناعم، والسنام، السنام اللي هو فوق الناقل اللي هو مليان دهن ده بيبقى مستوي على ظهر الحيوان، مش مايل للجهة اليمين ولا اليسار ولا مختفي. إن عندنا أمراض زي تريبانسوما والهيام ممكن السنام ده يبدأ يختفي، يتفكك لغاية ما تلاقيش فيه سنام أصلا. دي مش من علامة الصحة. الصحيح الإبل إن يكون فيه سنام. السنام بيوصل تقريبا ل 100 كيلو دهن بالنسبة لوزن الحيوان، من 80 ل 100 كيلو. من الناقة السليمة أيضا إن شهيتها للأكل كويسة. لو هي ناقة بتبقى الضرع بتاعها كبير ومتزن، طبعا الضرع بتاعها 4/4 زي البقر والجاموس، بينما الغنم ربعين، وبيبقى متجانس، مفيش واحد طويل واحد صغير أو واحد في تليف أو كده. وبتحن لما يكون بقى هتبدأ حد يحلبها أو ابنها يقف عشان يرضع منها، وبترفع بتباعد بين رجليها الخلفيتين كده وتدي صوت بيسموه صوت الحنين. فبالبلوغ الجنسي عند الذكور الإبل، طبعا بنتكلم عن الإبل ذات السنام الواحد، بيبقى الذكر اللي هنا بيسموه بعير بيوصل لسن البلوغ عن 3 لـ5 سنين. ولكن في السن ده ما يفضلش انه يستخدم في التلقيح الا لما يكون عمره من 5 إلى 6 سنين، خاصة لو وجود ذكور اخرى اكبر منه، فبيجب ان احنا نستنى عليه شوية. وقمة نشاط الجنسي للذكر بيكون عند عمر 8 سنين. قمة النشاط الجنسي يبقى عند 8 سنين. والمفروض الراجل المربي ان هو بيختار يعني ذكر او اتنين او حسب العدد النوك اللي عنده، والباقي اما يخصيه او يستخدمه في اغراض اخرى. لان الذكور بتغير وما بتحبش حد يدخل معاها مع النوك بتاعته، لانه ممكن يتقوم بينهم معركة تنتهي بقتل احدهما. وهنشوف دلوقتي بيعمل ايه الذكر لما بيجي في فترة الهياج الجنسي. طيب الإناث برضو سن البلوغ بتاعها من 2 لـ3 سنين، ولكن يفضل ان احنا ما نلقحهاش الا من عمر 4 لـ5 سنين. وممكن الإناث تقعد تنتج لغاية ما يوصل سنها 30 سنة. واحيانا يتأخر النضج الجنسي في الإناث. من بعض كان الناس يجيبوا لنا حالات المستشفى يقول يا دكتور الحالة بندربها وما بتطلبش ومش عارف ايه. ليه بقى؟ اللي ممكن يكون عندها تغذية سيئة، الراجل مش بيغذيها كويس، واحيانا هو يتأخر النضج الجنسي عندها لسن 6 لـ7 سنين. فده طبيعي، بعض الحالات ممكن يتأخر وما تبدأش تحمل رغم ان الراجل بيدربها وكده الا بعد 6 أو 7 سنين. المفروض طبعا قبل الضراب ان هو يغذيها كويس، والدكتور لو مشرف على حالات يديها فيتامينها سيلينيوم ويديها مكملات غذائية وكده، عشان ايه لما تدخل الحمل تلقح بسرعة وبفضل الله تجيب جنين كويس ووزنه كويس. طبيعة الدورة الشبكية الاسترا سايكل في الابل تختلف عن الابقار والاغنام، بيسموها دورة النوك موسمية التناسل ومتعددة الدورات الشبكية، وبيزيد موسم النشاط المبيض في موسم معين في السنة، غالبا بيبقى فصل الشتاء. وممكن تظل متعددة الشبك لو درجة حرارة في طول العام كويسة وفي علف جيد، ممكن تبقى ايه تعشر في اي وقت يعني. او لكن غالبا هنقول دلوقتي في سن في وقت معين كده، مثلا عندنا في السعودية بيبقى من شهر 10 اللي احنا فيه دلوقتي لغاية شهر 3 أو 4 يبدأ النوك تدخل في الشبك كده. ودورة الشبك 28 يوم. والتبويض في الإبل يختلف عن علامات الجنسية بقى للناقة. تلاقي فيه انتفاخ في الحياة اللي هو الفالفا، احمرار الفتحة التناسلية، ظهور رغاوي من الفم، خروج سائل مخاطي شفاف من المهبل وعنق الرحم، والناقة بتفقد الشهية وبتتبول كتير، بتفتح رجليها الخلفيتين وبتدور على الذكر وتقترب منه وتحاول تحك فيه. دي علامات بالنسبة للأنثى لما بتكون عليها الاسترا سايكل.
طب التبويض بقى سبحان الله برضو اختلاف كبير عن باقي الحيوانات كلها. معروف ان التبويض بيتم، ما بيتمش هنا اللي هو الاوفيوليشن الا بعد عملية الجماع اللي بسموه الضراب او الميتنج. بعد عملية الجماع يعني الجمل يلقحها، بعد كده يحصل التبويض بعد 36 ساعة من الجماع، ويقعد الفترة دي 12 ساعة فقط البويضة. لو حصل تلقيح في خلال 12 ساعة دول بالحيوانات المنوية يحصل الحمل، والحمل دايما يكون في القرن الأيسر للرحم. عندنا في تو هورن، في ليفت هورن وفي رايت هورن. أكثر من 90% من الحالات بيكون الحمل في الليفت هورن. لذلك لما نيجي نذبح ناقة ولا حاجة دايما نلاقي الليفت هورن أكبر من الإيه؟ أطول من الرايت هورن. لما يحصل حمل هيكون الجسم الأصفر اللي هو كوربس ليوتيم، اللي يبدأ يفرز هرمون البروجستيرون اللي هو بيساعد على استمرار الحمل حتى نهاية فترة الحمل. التوائم في الإبل نادرة جدا، نادرة يعني ان الناقة تجيب اتنين يعني. ولو جابت اتنين غالبا بيموتوا. بالنسبة للذكور، فترة الهياج الجنسي او النشاط الجنسي بالنسبة له برضو لها علامات معينة لازم احنا نعرفها، لان لو في دكتور راح لحالة ولقى الذكر هايج وعمال يطلع الجلة بتاعته وممكن يعض صاحبه او يعض اي حد يدخل عليه، يفتكر ان ده عنده ريبز ولا عنده مرض معدي ولا حاجه. لكن ده طبيعي، الذكر في فتره النشاط الجنسي بتاعه تجده انه بيرفع راسه لفوق ويحرك ديله ويفتح رجليه الخلفيتين ويحك الديل بتاعه مع مجرى البول ويشم الجهاز التناسلي بتاع الانثى، يجري ورا الانثى ويشمها ويجري وراها ويحاول ان هو يرقدها. يعني لو صاحب الليبل مش موجود هو يحاول يعني يضغط عليها عشان ترقد. سبحان الله، الحيوان الوحيد اللي بيعمل ميتنج او ضرب وهم نايم، هم قاعدين. كل الحيوانات بيتم اللقاح في التلقيح لها وهي واقفه، الخيول والابقار والاغنام كله واقف، ده واقف ويروح ناطط عليها وكده. لكن ده هو لازم يرقد الناقه ويبدأ يبرك عليها من الخلف ويبدأ عملية الجماع أو الضراب. عشان دايما أقول الضراب لأن الناس اللي مش هنا في دول الخليج ما يعرفش كلمة الضراب. يعني الحيوان بيفقد الشهية بتاعته للأكل وبيتبول كتير وبيخس لدرجة ممكن يخس وزنه. يعني فترة الشيعة دي ننزل 30% من وزنه أو 35%، وممكن يجيله إسهال متكرر. ده كلها طبيعي، يعني لو لقيت الاعراض دي ما تقولش ده حاله مرضيه. والراجل العارف، هو الراجل المربي عارف او العمال عارفه. لكن لو قال لك يا دكتور ما بياكلش وعنده اسهال ودايما هايج ومش عارف ايه، هو ده علامات الهياج الجنسي او سيكسوال ديزاير. طب نيجي بقى الجزء مهم جدا لنا كدكاتره. لما نيجي نكشف على الابل، ممنوع منعا باتا انك تدخل على ناقة او على بعير وصاحبها مش موجود او الراجل ما عقلها او عمل لها ريسترينت تكنيك هنتكلم عنه. لو ان العامل ما يعرفش يعمل التكنيك ده، انت تساعده او ايه تفهمه ان هو يعمله الريسترينت التكنيك ده. بقى ايه اهميته؟ في بعض النوك لازم ان انا ايدها او اعمل لها ريسترينت اثناء الحليب، تبقى بترفص ومش عارف ايه، ممكن ترفص وكده. ممكن انني لما اجي اديها دواء، كلكم دكاتره طبعا معانا النهارده بسم الله ما شاء الله العدد كبير، غلط انني خاصه البعير. يعني انا كنت في المستشفى، لما اجي ادخل على بعير مش ممكن ادخل عليه، لازم العامل يجي يمسك رقبته ويأيدها، طرق هنقولها دلوقتي. وبعدين ادي له حقنه مثلا في الوريد زيلازين، ولا ادي له اي حقنه اي دواء. الريسترينت مهم قوي، ان انا امنع الحيوان انه يتحرك او اثناء الميتنج. ممكن الناقه بتبقى معاكسه ومش عايزه ترقد، فاضطر ان انا اعمل لها كاستنج عشان ترقد للذكر، واقلل حركتها. او اثناء الذبح،
الذبح طبعا لما تدخل على الحيوان بسكينه ولا حاجه هيهيج ويعمل مشاكل، لدرجه كانوا في السلخانه لما كنا نروح السلخانه كان الجمل ممكن يعني من الخوف يجري ويقطع الحبل ويسيب السلخانه ويهرب، لدرجه في جمل لما اتذبح رغم انه اتذبح واتفصلت رقبته وقعد يجري. سبحان الله. ممكن ايضا من دواعي الريسترينت اللي هي لما نيجي نحملها مثلا او في الموسم الراتلينج البول بيبقى هايج جدا، الذكر هايج جدا، الفاكسينيشن او الرايدنج او اللودنج لاجش او البراندنج. براندنج يعني ان انا احط اعمل علامه للجمل يعني، ودلوقتي بيعملوا ترقيم يعني، انا في السعوديه دلوقتي اجباري كل الابل لازم يتعمل لها ترقيم تاخد رقم، فده سموه براندنج فور ايدنتيفيكيشن. دي كلها دواعي الريسترينت. طب نيجي بقى نشوف ازاي نعمل ريسترينت. في حاجه اسمها فيزيكال ريسترينت وفي كيميكال ريسترينت. فيزيكال ان انا بحبل او اي وسائل كده هنوريها دلوقتي لحضراتكم صور، والكيميكال ان انا احقنه مهدئ زي الترانكلايزرز يعني زي الزيوليزين او كده. لو انا هعمل بقى عمليه او ان انا محتاج ان انا افتح خراج او اي حاجه ممكن اديله كيميكال ريسترينت. طب نيجي نشوف الفيزيكال. الفيزيكال ريسترينت زي ما احنا شايفين كده الصور على اليمين، اللي هو اول حاجه دي اسمها هيد كنترول. اخطر حاجه في الجمل ان هو راسه دي فيها الفك العلوي والسفلي، ممكن يعض، ممكن يخبطك بدماغه يعني خطيره جدا. وحركه العنق بتاع الابل سهله جدا شمال ويمين بسرعه كده. فبجيب حبل الفه على الابر واللور جو ويجي من ورا ودنه كده زي ما انتم شايفين اللي هي الصوره الاولانيه دي. ممكن اوقف الحيوان واربط رجليه زي ما انتم شايفين كده. لو انا عاوز اكشف على الفور لمب او كده بعمل الحركه دي، او ان انا اخليه في استرنال بوزيشن اللي هو الرقود يعني، او لاتلر بوزيشن. هنمسك واحده واحده كده. بيسموها اول حاجه دي اسمها النوز هولتر. الحاله دي اسمها نوز هولتر او بيسموها الخطام، خطامه زي ما انتم شايفين كده. الهدف منه نتحكم في حركه الراس وخلي الحيوان ثابت. او الحالات اللي هي الكومن ان العامل يجي ويمسك مناخيره، يحط ايده الشمال تحت كده الفك السفلي وايده اليمين يروح مدخل صابع في فتحه الانف، في فتحتين طبعا، يروح دخل وضغط عليهم جامد. او يجيب حبل او قطعه خشب او يركب كمامه عشان ما يعضش او كده، يلبسوا كمامه زي الصوره اللي تحت دي. ده كلها بنسميها دي كلها عشان نتحكم في الراس، خاصه انا عايز اديله مثلا عنده كورنيال اوباسيتي وعايز احقنه في الجفن العلوي او السفلي، او ان انا احط له قطره او مرهم. فانا لازم مهم جدا اوعى تدخل عليه هو من غير موجود صاحبه او صاحبه يعمل له كنترول. الطريقه الثانيه ان انا اشتغل عليه وهو واقف زي ما انتم شايفين كده، انه يربط رجله يرفع الجزء السفلي كده ويضمه للاعلى ويربطه اسمه اكزامينيشن الفور لمب. او دي طريقه كتيره قوي العمال بيستخدموها، انه يربط الرجلين القدامانيين بحبل الاثنين مع بعض عشان ما نخلوش يمشي او كده. او الهايند لمب زي ما انتم شايفين هنا بيربط الهايند لمب حسب المكان اللي انت هتفحص فيه. في طرق اخرى ان انا اربط الهايند الفور لمب مع الرقبه، اخلي الحبل ماسك اعقله رجليه الاثنين ولف الحبل على رقبته من فوق او على الرجلين الخلفيتين. ده برضو كنترول من قدام ومن ورا كده، الحيوان ما يقدرش يتحرك خالص. هو اجيب الحبل من فوق السنام كده من اسفل بطنه، خاصة دي في عملية الفلانك ريجن اللي هو تفتح رومانوتومي او تشتغل تفتح خراج ولا حاجة، فبتضطر تعمل الحالة الأخيرة دي اسمها بوستيريور فلانك ليجن. أي مشكلة في الجزء الخلفي
هشتغل فيه فلازم تعمل له كنترول بالطريقه دي. صلوا على رسول الله. بنرحب باستاذنا زميلي العزيز استاذ الدكتور عبد الخالق الشيخ استاذ امراض الباطنه، واللي مشارك لي في كتب امراض الباطنه لاجل العالم العلماء، كونوا يحضر يعني المحاضره ديت حاجه يعني تشرفنا. الريكومبنت بقى في طريقتين في الريكومبنسي، في لاترال ريكومبنسي مهم قوي ان انا اربط يومه كده وامسك اتحكم في رجله والرجلين القدامانيين والرجلين الخلفيتين. الوضع ده بنعمله السفلي ده بنعمله لما نكون عايزين نخص الجمل، عايزين نخصيه بنربط رجليه بطريقه بحيث ان احنا نفتح خلي الجزء ده ظاهر كده اللي هو فيه التستس عشان نعمل كاستريشن للانيمال كده. ديت ايه كل ده سماه فيزيكال ريسترينت. طبعا الجزء المحاضره دي مع عشان احترام حق النقل دي جزء عمله دكتور الجراحه في مستشفى سلام وانا واخد منه المحاضره، دكتور السيد الشافعي جزاه الله خيرا. طب ليه بقى الريسترينت ده مهم؟ قلنا بالنسبه للدكتور اللي ممكن يتعض، ممكن يعمل يحصل له بايتنج، ممكن يكسر له عظمه، يعني الاسنان الجمل صعبه جدا وممكن تكسر العظم. يعني في دكتور بيطري مره راح كان يعالج جمل يعني في مصر الكلام ده، وبعدين راح تاني يوم بقى وتالت يوم عشان يطمن عليه، فالاول ما دخل عليه والجمل شافه الجمل قام وراح ماسكه من ايده من فوق من عند العضد كده وقعد يجري بيه في البلد يلف بيه في البلد، لدرجة الناس في البلد دول شافوا الدكتور بالصورة دي كانت حاجة محزنة جدا، والناس خافوا يدخلوا ولادهم طب بطرة. بعد كده الجمل بيرفص بالرجول الأربعة من قدامه من ورا من كل جهة، فخطر جدا انك تدخل، ممكن ياخد خبطة تاخد خبطة ولا عايزه بالله تيجي في مكان حساس تعمل لك مشكلة كبيرة. يبقى العض والركل والدوس ده عشان كده لازم نعمل ريسترينت للجمل، ما تطمنش حتى لو هو عيان برضه ما تدخلش عليه. الـ بالنسبة للجمل نفسه ممكن لما انت تقعد تهيجه او تحاول تربطه مش عارف تربطه ممكن هو يعور نفسه، يحصل له سترانجليشن وممكن يحصل له فراكشر، يدخل في حيطة، ممكن يحصل له عرج يتخنق، فبرضه ده خطر على الحيوان ان انا لازم ايه اتحكم فيه عشان هو ما يأذيش نفسه ولا يأذي. يعني فاكر مرة دخلنا على حالة ورقدناها العامل رقدها وكده وانا هبدأ انا اكشف عليها او اديها دواء، ففوجئت ان راح رافص رغم ان هو نايم على الارض وكده، رفس العامل برجله وراح العامل وقع على الارض. جيت اقوم العامل مش قادر يقوم مش قادر يقوم، كتفه اليمين مش قادر يحرك ايده اليمين خالص، فانا مستغرب ايه في ايه، لو خد خبطه جامده يعني بس ليه مش قادر يقوم، سيبوني سيبوني سيبوني. المهم نقلناه للمستشفى، في الطلع حصل له ديسلوكيشن في الشولدر جوينت، الشولدر جوينت اتحرك من مكانه وقعد في المستشفى فتره، وقعد يعني فتره طويله لغايه ما ربنا شفاه. دي حاله شفتها قدام عيني يعني وانا بكشف على حاله، لكن الحمد لله ربنا ستر وكنتش ادخل على اي جمل ولا اي خاصه البعير الا لما اتاكد 100% ان ما فيش خلاص وان انا اتحكم فيه تمام. كيميكال ريستورنت بقى احسن حاجه الزيلازين، ان انا ادي له زيلازين عشان اهديه بقى، وممكن ادي زيلازين مع كيتامين لو انا هعمل عمليه جراحيه تاخد فتره طويله. طبعا الجرعات والحاجات دي ان شاء الله هنبقى نعمل محاضره يعني في السلسله دي عن الموضوع ده، بس انا هنا اقولها بسرعه كده. طب لما نيجي بقى نفحص الابل مهمه قوي كمعلومات عامه انت برضو بعرفها، ان الابل دي خوافه جدا، مجرد انك تقترب منها عشان تكشف عليها تجد ان هي تدي صوت عالي وتقعد تنعر واحيانا تعمل اسهال من الخوف. فانت لما تعمل اسهال ده اسال الراجل هو هي اصلا عندها اسهال، هيقول لك لا، فاعرف ان دي حاله فسيولوجيه بيحصل زياده في حركه ديدي الامعاء من الخوف، وممكن تعمل اسهال مؤقت يختفي بعد ما الحاله تهدى. وكمان لما تحس ان البعير او النكره تأيدت وكده وهي متضايقه ممكن تروح عامله فوميتنج للي واقف قدامها كنوع من الانتقام منه،
والواحد حالات كتيرة ممكن وأنا بقرب منها ألاقيها روح بخة بخة رومن الجوز في وشي، فده برضو ده علامة من العلامات اللي هي الخوف عند الإبل. مش ما تكشفش على حيوان إلا بعد ما يتم تعقيله جيدا زي ما قلنا، خاصة الذكور. طيب لو الحالة جايلك في سيارة لازم تتأكد لما تنزلها، مش هو هينزلك بركة، ما تخلاش كده وتكشف على بركة، لازم تخليه وقفها طبيعي وتشوف تمشي الأول ولا بتمشيش، بتعرج ولا بتعرجش، في إحساس ولا إيه. بتبقى حالات كتيرة تيجي والراجل ينزلها من السيارة وتبقى عندها شلل نصفي، فلازم أنا أحاول أوقفها، مش هاخدها بركة كده وأكشف عليها زي ما إحنا متعودين نكشف على الحالة وهي بركة، لا أقول وقفها لي وفك العجال وأشوفها لي تمشي ولا لأ وتشوف ولا لأ. الحالات كتيرة جدا كانت بتيجي عندها شلل نصفي أو شلل كلي، ده ما أقدرش أعرفه إلا لما أكشف عليها وأمشيها وأقفها. طيب بالنسبة للتناسل في الإبل هقول برضو معلومات عامة، ولو في فرصة إن شاء الله نعمل محاضرة أو اتنين عن التناسل باختصار شديد يعني، لكن معلومات الإبل تختلف زي ما قلنا عن باقي الحيوانات، إن اليوترس بتاعها بياخد شكل تي شيب أو الواي شيب، وهو قرنين، قرن شمال وقرن يمين، ودايما الليفت هورن لونجر زان ذا رايت هورن. الدرع زي ما انتم شايفين كده 4/4 سيمتري، وده الماموري فين المتضخم اهوت، ده الطبيعي ده الهيلسي. وان عملية الضراب بتتم، الجمل بيقعد بارك فوق الناقل من خلال 6 ل 12 دقيقة، عكس باقي الحيوانات. يعني الحيوان الحصان ولا التيس ولا بتاع يا دوبك يدخل البينس وعلى طول ويطلع على طول، ده ممكن يقعد 5 دقايق 6 دقايق. أنا في حاجة عجيبة أوي شفتها، في كان الراجل بيدرب ناقة في المستشفى، عنده بعير يعني، والنوك ناس أصحاب النوك بيجيبوا النوك عشان هي تتدرب تتلقح يعني. فأنا وقفت أتفرج، عامل بنجلاديشي قاعد ورا وعمال يردم الرمله كده للبعير ويظبط له المكان، وهو بارك البعير بارك على الناقه. المهم انا وقفت كده كام دقيقه ومشيت، بدات اكشف الف على الحالات وكده، وبعدين رجعت بعد تقريبا ثلث ساعه، احنا بنقول الفتره 6 دقائق او 5 دقائق، لقيت نفس الجمل بارك على نفس الناقه بعد ثلث ساعه. يا ريس الولد البنجلاديشي هو ده الناقة سيم سيم، انت بلا غيرت؟ قال لا هو سيم سيم. قلت له تطول كده بقاله تلت ساعة، قال له هو في مزاج ممكن يقعد نص ساعة تلت ساعة، ما في مزاج هو 3 دقيقة خلاص. فطبعا ده حاجة آية من آيات الله، الواحد أول مرة يشوفها إن ممكن البعير يقعد بارك على الناقة أثناء الجماع ممكن تمتد لتلت ساعة. الاوفيوليشن بقى زي ما قلنا بيحصل بعد الايه، بعد الميتنج او بعد الضراب من 24 ل 30 ساعه. الحاجات دي قلناها في اول المحاضره، اللي هو بيبقى هناك قلقانه والبعير عمال يجري وراها وهي ترفع ديلها وتتبول، والحاجات دي كلها علامات البريدنج يعني موسم التناسل كده. المحاضرة يعني ما اتكلمناش عن أمراض ولا حاجة، لكن المقدمة دي مهمة قوي كمعلومات عامة مفروض الدكتور يعرفها ويكون على علم بيها. ولو في أسئلة دلوقتي إن شاء الله نبدأ نجاوب عليها. احنا النهاردة اتكلمنا على الريسترينت اوف ذا انيمال، ازاي نتحكم في الجمل عشان نكشف عليه او نعمل له عملية جراحية، واتكلمنا على موسم التناسل وعلامات اللي بتظهر على الذكور والعلامات اللي بتظهر على الإناث، وازاي البعير بيبقى غيور جدا على الإناث بتاعته، ولو شاف بعير تاني دخل عنده بتحصل بينهم معركة شديدة تنتهي بموت أحدهما. اتكلمنا عن الكيميكال ريسترينت اللي هو ان احنا نحقن مخدر زي الزيلازين، دي اهم حاجه في المحاضره. ان شاء الله المحاضره الجايه هتبقى بعد ازاي نعمل فحص كلينيكي للحيوان وازاي ناخد عينه الدم، ويعني في ان شاء الله سلسله تبقى جميله
نتمنى إن شاء الله تتوبوا معانا على طول في هذه السلسلة. معانا أبو عبد الرحمن ومعانا الدكتور شاكر والدكتور سليمان عطية وناس يعني شغالة في ليفل، لو حد عنده أي فكرة أو معلومة أنا ما قلتهاش في التعامل مع الإبل يقول لنا يعني برضو نستفيد منها إن شاء الله. نرحب الدكتور محمد عبد السلام والدكتور محمد البحيري حبيبي وزميلي، طبعا كنا مع بعض على طول في مستشفى ليفل في السعودية ولنا تجارب كبيرة. يعني من حاجات برضو أحكيها لغاية ما حد يسأل، دكتور محمد البحيري مرة بننقل دم من أم لابنها، الراجل عنده حوار عنده أنيميا جديدة، عنده أنيميا جديدة، كان عنده كرات الدم الحمراء نزلة عن 5 والهيموجلوبين نزل عن 5، فقلت له محتاج نقل دم، فجاب الحوار وجاب أمه معاه عشان تدخل معاه في المستشفى، فقلنا نديله من أمه، احنا عندنا نوك ممكن ناخد منها نقل دم وننقل الحوار، نديله من أمه. أمه طبعا الولد واقف معايا صاحب الناقة وصاحب الحوار عمال يقول الحوار ده مزاين، ده جايب 500,000 والناقة دي 300,000 ريال ومش عارف ايه، واحنا ودكتور محمد البحيري بيدي الناقة عشان يهديها عشان نقدر ناخد منها دم ننقله لابنها، ادالها 2 سنتي زي لازين في الوريد. فوجئنا ان الناقة هاجت وقلبت دماغها على الارض ودخلة في هياج شديد جدا وهتموت مننا. فبفضل الله احنا كنا مجهزين انتي هيستامينك وديكساميسيزون عشان لما ننقل دم ولو حصل اي رياكشن عند الحوار ندي الحوار ده الاثنين دول، ندي انتي هيستامينك وندي ديكساميسيزون انتي انفلاماتوري. فالدكتور محمد البحيري بفضل الله يعني خد السرنجتين بتوع دول وراح حقنه في الوريد اللي هو الناقه اللي كانت هايجه ديت، رغم ان هي ما خدتش الا 2 سم زي لازين، كان يبدو بقى عندها حساسيه من زي لازين او حاجه، والحمد لله على طول الاعراض وقفت بعد ما حقنه ديكساميسيزون في الوريد. مش كده ولا ايه يا دكتور محمد بحيري؟ انت معانا النهارده مشرفنا والحمد لله على السلامه بعد عودتك من الاجازه في مصر. مش شايف اسئله يعني، ولا انتم مش شغالين في الليبل ولا ايه؟ ولا الموضوع مش عاجبكم ولا ايه؟ عامة دي معلومات عامة النهاردة، لكن إن شاء الله المحاضرات الجاية مهمة قوي وشيقة جدا وبإذن الله هتكون مفيدة للبادئين في التعامل مع الإبل وللناس اللي عندهم خبرة. برضو أنا حاول أن أنا أقول الخبرات بفضل الله الواحد تعلمها في الإبل يعني اكتسبتها، فمحب ان انا انقل هذه الخبرات للزملاء. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.